اللي هو write the correct word between bracket ده، اللي هو بتاع نصح اللي بين bracket. وكنا أخدنا جزء من ال rearrange، لا ما خدناش ال rearrange صح؟ ال rearrange بس اللي ما خدناهوش مش كده؟ خدناه برضو لو اني تحت ده. اللي هو رتب، لا ايوه خدناه ايوه اخدناه. أخدناه. أمال كان في حاجة إحنا كنا سايبين منها جزء، كان ال ده تقريبا ال choose، I think ال choose ما كناش خلصناه كله. إحنا كنا واقفين عند حاجة وخمسين صح؟ لا لا كنا شكرا لما كنا خلصنا. خلصنا؟ ما خلصنا؟ طيب عموما احنا النهارده هنراجع البانكت ويت ومعاه الباراجراف. البانكت ويت ايه الحاجات المهمه في البانكت ويت؟ احنا طبعا في ناس كتير جدا بتشوف ان البانكت ويت من اسهل الاسئله، لدرجه انها بتغلط فيه من كتر ما هي شايفاه قد ايه سؤال تافه، فللاسف بتغلط فيه. أنا عارفة كل قول سهل. يا روحي. التي ما انا أول انا حرف عارف. يبقى اول زي حرف، اول حرف من الجمله عموما قبل اي حاجه لازم يكون كابيتالايز. لازم يكون كابيتال، سواء ببتدي سؤال، ببتدي جمله، ببتدي ايا كان، لازم اول حرف يكون كابيتالايز. تاني حاجه اسامي الانسان أو أسامي دول. او اسامي دول او ناشوناليتيز او الجنسيات او اسامي المواد، انجلش عربيك ساينس ماث، كل الحاجات دي لازم تكون كابيتال. حاجه كمان إيه، لو انا مثلا جالي كلمه، احنا خدنا الريبورت سبيتش اللي هو الكلام اللي مثلا سد ايناس سد كيمو، لازم احط نقطتين فوق بعض واعمل الهاي كوما اللي هي الفصلة العلوية. ولما يكون عندي ريبورت سبيتش وهعمل الهاي كوما، احط الكلام بين قوسين او بين اتنين كوما من فوق دي، لازم الكلام برضو اللي جوه ده يبتدي بكابيتالايز، يكون بأول حرف فيه كابيتال. لازم ابقى عارف ان الاوفر والريكوست بنستخدم معاهم مش question mark لكن exclamation mark اللي هي علامة التعجب. الفول ستوب أو البيريد اللي هي الـ النقطة والquestion mark، دول معروفين زيهم زي capitalize أول حرف. طب احنا هناخد كام واحدة منهم وبعد كده نبتدي نبص على الباراجرافات. اوكي تمام. مش انا عملت اول واحدة شات. ثانك يو اخ. بص خلي بالك كمان من حاجة مهمة جدا، لو عندي جملة بتبدأ بإف، الشرطية إف، هحط في الاخر عملت استفهام. لا لا بحط فول ستوب عادي في الآخر، لكن ما بين الجملتين لازم أحط لو كوما، لازم أحط إيه؟ لو كوما. اللي ما بين مي وأحمد. زي شفت اللو كوما اللي ما بين مي وأحمد؟ لو الجملة بتاعتي فيها قاعدة إف بتبدأ، خلي بالك لازم تكون بتبدأ بإف، لو إف جت في النص مفيش كوما، لو إف جت في الأول لازم أعمل في النص ما بين مع نهاية أول جملة وبداية الجملة التانية لو كوما. أوكي تمام. هنا أول واحدة بيقول لي إيه، thank you for helping me أحمد، دي هنا سهلة جدا، دي كابيتال هنكابيتالايز ايه؟ ماشي كابيتال واخرها نقطة. برافو عليه. طب هنا how about ايه how اتش كابيتال؟ ايه منى مونا كابيت ام كابيتال؟ ايه على كويتشن مارك. question mark what's، خلي بالك عند النوت وعند ال possessive الملكية وعند السؤال اللي فيه is اللي احنا بنقول عليها ال conductions ال contractions اللي هي الاختصارات، احنا مهم عندنا جدا في الكونتراكشنز ان انت تحط الابوستروف. يعني مش احنا بص هنا عندنا في وات، الدكتور.
ايه روحي؟ يعني المستر بيقول لنا حطوا خط او خطين صغيرين كده تحت الحرف اللي انتوا عدلتوه، مثلا سي ممكن نشوفها سي سمول، تمام. ويمكن انا ماشي، انت على اساس تبين له ان انت عدلت الحرف ده، عشان لو الكابيتال بتاعه يعني نفس شكله في السمول بتاعه يعني. طب اهم حاجه الكونتراكشنز او الاختصارات، لما تلاقي كلمه not، لما تلاقي كلمه isn't، what's زي رقم 3 دي، الابوستروف مهمه جدا وبتتحسب عليها درجه. اوكي، يعني انت عندك واتس رقم 3 كابيتالايز ذا دبليو، ماشي، ال W كابيتالايز، بعد ال T هتعمل ابوستروف اس، واتس احمد، برضو عند اخر كلمة احمد في الاس بتاعت البوسيسيف مهم جدا الابوستروف بتاعتها، تمام. ماشي. favorite food طبعا ده سؤال هنحط في الاخر question mark. هداية ملك is a famous sports person، هنكابيتالايز هداية وملك وهنحط في الآخر بس full stop. طيب can I have some grapes، هنا ده طلب، يبقى في الآخر question mark ولا exclamation mark؟ اكسكلاميشن مارك نقطة. لو حتى حطيتها question mark مفيش مشكلة، هي بتتحسب ان انت عارف ان ده مش جملة. يعني لو انت حطيت في الاخر نسيت وحطيت question mark صح، حطيت exclamation mark الاثنين صح، المهم ان انت ما تحطش full stop في الاخر، فهمتني؟ اه طيب هي اي اكسبريشن مارك اللي هي علامة تعجب صح؟ اه يا روحي، بس لو حبيت تحط question mark برضو تمام معاك. تمام، تمام. I don't، خلي بالك النوت ممكن وارد جدا ما يحطلكش الابوستروف اللي ما بين ال N وال T ويحسبها لك بانكتويشن. اوكي، وميس كان السي بتاعت كان هتكبر؟ اه طبعا اول حرف ده اساسي، ماليش دعوه الجمله بتتكلم في ايه، طب انا اضمن وأول الدرجه بتاعت اول حرف دي في جيبي، اول حرف سؤال، اول حرف جمله، اول حرف في اي حاجه في الدنيا، حتى في الباراجراف capitalize the first letter. اوكي، تمام. طب اتش اي بنخليها سمول ولا زي ما هي؟ capital كابيتال. ده كلمة I اللي هي أنا، حتى لو جت في نص الكلام تبقى capital. تمام، تمام. I don't go to school on Friday، خلي بالك أيام الأسبوع وشهور السنة بنعمل لهم كابيتالايز. تمام، يعني مثلا جانوري، فبراوري، مارش، ساندي، ماندي، تيوزداي، برضو كل ده ايه كابيتالايز. لو قلنا مثلا كريسمس، شم النسيم، بنعمل لهم كابيتالايز. اوكي، تمام. وات ديش برضو W هنعمل لها كابيتالايز، كان يو ميك ويز ابلز، بس هنعمل الكويستشن مارك في الآخر. جاك، جاك هنا الجي هنعمل لها كابيتالايز، went to the market to sell the cow، وفي الآخر full stop. خلي بالك yes و no لازم بعديهم لو كوما، ممكن انه يبقى هو حاططها لك وناسي زي ما عامل كده رقم 10، شايفها؟ لكن وارد انه ما يجيبهاش، يختبرك فيها في الامتحان، يس ونو لازم بعديهم لو كوما. اوكي، طب بص رقم 11، وات از بعد التي، طبعا هنعمل كابيتالايز للدبليو، بعد التي لازم ابوستروف. تمام. اوكي، الاختصارات مهمة جدا. اوكي تمام. طيب، they هو كاتبها غلط، they sold a cow، طبعا ال T بتاعت they هتبقى capital و cow آخرها full stop. how much are they، ده سؤال هن capitalize the H ونحط في الآخر ال question mark. طيب تعال ننزل على
الباراجرافز. الباراجرافز هنا عندي في حوالي 10 11 paragraphs. هو هنا مش كاتب guiding elements كتير أو عناصر كتير، ف يعني أنا مش واثقة أوي إن ممكن يجي واحد منهم، بس إحنا ممكن نقراهم برضو ونقول كده فكرة عامة إيه اللي ممكن نكتبه في الباراجرافز دي. أول باراجراف عندنا بيقولي my town. لما أحب أتكلم على my town أول حاجة هبص على التايتل بتاعي. التايتل بتاعي بيقول إيه؟ my town. أول حاجة هعملها هسيب مسافة كلمة في أول سطر بس. أول سطر بس هسيب مسافة إيه؟ كلمة كلمة. capitalize the first letter. هنعمل أول حرف إيه؟ capital. أوكي؟ كابيتال. طيب تمام. ممكن بقى أقول مثلا كلمة my town لما أحب أدخلها في جملة هقول إيه؟ Today we are going to talk about my town. لا، الجملة دي يا ميس ناس كبيرة، أنا عايز أكتب جملة أسهل. ممكن أبتدي الباراجراف بتاعي أقول I live in a big town. طب ما إحنا كده استخدمنا الـ elements، ناخد واحدة تالتة. ممكن أقول مثلا My town is a very beautiful town. كده احنا كل اللي عملناه اخدنا التايتل وجربناه في كذا جملة، جربناه في كذا ايه؟ جملة تمام. يبقى انا ابتديت مثلا الباراجراف بتاعي ممكن بجملة my town، او مثلا I live in a beautiful town، انا اعيش في مدينة جميلة. تمام. طبعا تمام. ما شاء الله انت واحد بتعيش في واحدة من اجمل المدن، مش في مصر بس، في الوطن العربي كله. تعالى بقى نوصف الدولة المدينة بتاعتك، أوكي؟ تمام. مثلا شرم الشيخ، لو احنا مثلا هنتكلم أنت ممكن تقول إيه؟ I live in شرم الشيخ. أوكي؟ It's not very big town. هي مش مدينة كبيرة قوي، but it is a very beautiful town. يبقى احنا كده خدنا من الـ guiding elements كلمة إيه؟ Not very big، Not صح ولا very لأ؟ big. وقلنا إيه؟ شرم، I live in شرم الشيخ. It's not a very big town, but it is a very beautiful town. نبتدي بقى نشرح مثلا المدينة عندك، تقول ايه؟ We have beautiful beaches. احنا عندنا شواطئ جميلة جدا. And a lot of hotels. احنا عندنا فنادق كتير. تمام؟ Many, also we have many nice places. ادينا خدنا الكلمة التانية اهي، عندنا many nice places. ممكن انت تقول many nice places الأول وبعد كده تقول ايه؟ like the beaches, like the gardens and the hotels، يعني تبتدي ايه؟ تفصصهم. تمام؟ ايه الأماكن الحلوة اللي موجودة؟ وبعد كده ممكن تحط انت بقى جملة من عندك وتقول مثلا ايه؟ a lot of tourists like to come and enjoy my town. في سياح كتير بيحبوا يجوا يستمتعوا بوقتهم فين؟ في مدينتي. طيب الباراجراف بتاعنا ده بيتكلم عن حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ هذا حلو. يبقى هننهي الباراجراف بتاعنا بإيه؟ I like أو I love my town. طالما الباراجراف بتاعي بيتكلم على حاجة مشاعرها حلوة أو الفكرة بتاعت الباراجراف حلوة، يبقى الكلوزنج بتاعنا كان إيه؟ I love my town. سهلة؟ طيب تعالى ناخد الباراجراف اللي بعديه. The sports you are good at. كده أنا من غير ما أتكلم عرفت الإنترو بتاعنا هيكون إيه؟ I ممكن love my ناخد sport. I love إيه؟ My sport. لا، I love sports مش my sport. ممكن تقول حاجة تانية، نسيب برضو مسافة كلمة، capitalize the first letter، نعمل أول حرف capital ونقول مثلا ايه؟ sports is very important. الرياضات او ممارسة الرياضة sports is very a sport is very important، يعني ممارسة الرياضة حاجة مهمة جدا. تقول مثلا ايه؟ my favorite sport is swimming. رياضاتي المفضلة هي ايه؟ swimming. خلي بالك بقى من الجايدنج ووردز، مكتوب popular وموجود page،
مين البيتش؟ مين اللي بيتلعب في البيتش؟ اللي بيطلع في البيت فوتبول عندي. اللي هو الاستاد. فوتبول. ممكن بقى تقول مثلا ايه ماي فيفورت سبورت از سويمنج، انا بحب العب او رياضتي المفضله ايه، هي السباحه. عشان اند اي ام انجليزي. اند اي ام جود ات ايه. اتفضل. ممكن بقى تتكلم شويه على الفوتبول، بما ان هو عامل الجايدنج اليمنتس على الفوتبول. نقول مثلا ايه فوتبول از فيري بوبولار ان ايجيبت، ادينا خدنا اهو ايه واحده من الجايدنج اليمنتس صح. ها ابتدي بقى اشرحها. Football is the one. Football is the king of. معلش انا مش سامعه يا كيمو، ممكن تقول تاني؟ إن الكورة يا ميس تتلعب جماعي، It's a لعبة team جماعية. sport. ماشي، ممكن تقول ايه football is a team sport. Every team has 11 players and they both play in a big pitch. صح ولا لأ؟ صح. سهلة كده؟ وفي الآخر خالص تقول إيه؟ ممكن بقى تختم الباراجراف بتاعك وتقول إيه؟ Everybody should play sports to keep their body healthy. لأ رخمة دي، أنا مش عايزة أقول الجملة دي. مثلا أقول إيه؟ I like to play football with my friend. With my friends. أسهل ولا لأ؟ إيه رأيك؟ يعني الجملة بتاعت الكلوزنج بتاعت الباراجراف عبر عن مشاعرك ناحية الباراجراف. والله الباراجراف بيتكلم عن فكرة كويسة، ليه ما اختمش اقول مثلا I like my town، I enjoy playing with my friend. لو الباراجراف بتاعك بيتكلم عن حاجة وحشة يبقى هتقول ايه I hate كذا مثلا pollution، التلوث. اوكي طب تعالى بقى واحدة تانية، sports and equipments، الرياضة ومعداتها. ممكن نبدأ بنفس الانترو اللي قلناها المرة اللي فاتت. ها sports is very important. برافو عليك. برضو هنسيب مسافة كلمة، capitalize the first letter. بعدها هنعمل ايه؟ ممكن نقول مثلا قول هنكتب I like play karate. ماشي I like karate أو I am good at karate، بس إحنا عايزين نتكلم عن المعدات. ممكن نقول بقى إيه every sport has its own equipment أو every sport has equipments، كل رياضة وليها معداتها. مثلا نقول karate has karate suit، عنده بدلة الكاراتيه أو its own suit، بدلة الكاراتيه. ممكن نقول مثلا when I play football، مش عايز تقول كده، ممكن تقول ايه when I play karate I wear the karate suit، بلبس بدلة الكاراتيه. when I play some football with my friends I wear my football boots. and when I'm going to مثلا swim I wear my swimming goggles. مش عايز تقول swimming goggles مش فاكرها، my swimming shorts. تمام؟ تمام. ممكن أختم الباراجراف ده إزاي؟ نفس الختمة اللي أنا قايلينها في الباراجراف اللي قبلها. Everybody should play sports أو should do sports to keep their body healthy. طيب مانجو. هتقول انت ولا اقول انا؟ المانجا الجميلة بقى، بتحب المانجا ولا لا؟ بحبها أكيد. خلاص يبقى انت اللي هتقول الباراجراف بتاعها. يعني تمام. نعم مش الموسم بتاعها، بس يلا بقى انت اللي تقول بقى. يلا ها I love mango. الله. Mango. I went to grandma last week or yesterday. براحتك. تمام حلو قوي، keep on. ها
and I saw three mangoes. هروح اقلبهم من تيتا. ماشي، شفت 3 مانجات عند تيتا، عملت فيهم ايه؟ I get some mangoes from grandma. جات بقى ماضي، جات بقى ماضي، انا اخدت. I got many mangoes from grandma. ماشي، ممكن نقول واحدة تانية مكانها، ممكن نقول مثلا ايه، grandma made some mango juice for me، تمام عملت لي عصير مانجا، صح ولا لأ؟ تمام طب ممكن نقول كمان جملة، ممكن نقول ايه، my it mom. gave ماشي my قول. it gave my grandmother gave me a mini man. ماشي، ممكن نقول a lot of mangoes، ادتني تمام مانجا كتير. وممكن نقول كمان واحدة، and I my made mom use mangoes to do delicious dishes، أو مثلا very yummy dishes. والله لو كتبت yummy هيحسبها لك صح، بلاش delicious عشان رخمة. كتبت my beautiful. كتبت ماشي، معايا beautiful ورقة، dishes، beautiful dishes، برافو. معايا ورقة في اللجنة. كتبت beautiful، طلعت الورقة عشان ما عرفتش اشتتها. طب هقول لك على حاجة، ما تيجي نسيب دي ونسيب دي ونكتب جملة أحلى. My mom used these mangoes to make me a mango cake. ولا بقى beautiful ولا delicious، عملت لي كيكة بالمانجا، إيه رأيك؟ حلو، أنا جعت بقى يا كريم، أنت بقى صحيني يا كريم، وأنا لسه جاية من تحت أصلا عشان تجوعني. ماشي يا كريم، ماشي. في الآخر خالص ممكن نقول إيه؟ mango is a very بلاش delicious، I love mango so much. بلاش يا سيدي نقول very delicious fruit، نقول ايه، mango، I love mango so much. ايه رأيك؟ تمام. ندخل بقى على بقية الأكل. أنا شكلي جعت بقى منك يا كيمو. My favorite recipe، يا ترى هتطبخ لنا ايه يا أستاذ كريم؟ حاجة بتتحط في الفرن. كيكة؟ كيك أوكي، يعني النهاردة هتقول لنا سر الخلطة بقى. يلا كيمو، ايه؟ تقول لنا بقى، قلت انا تقعدي كده هستنى. بس مش هتستني. والله انا نفسي عمري ما عملت الكيكه دي وطلعت حلوه، فما تستناش مني اني اقول الباراجراف، اوكي؟ عمري ما عملتها وطلعت حلوه، فانسى، مش هقول انا الباراجراف ده، اتفضل. هنبدأ بالانترو. نبدأ انترو. I make cake. I will make cake. طب ما اولا اسمها كيك، ما الكيكه دي بتاعتنا احنا. طب احنا ممكن نقولها بطريقه تانية، نبدا الانترو بتاعنا بايه؟ I love cake. تمام، انا بحب ايه، كيك. Today I will tell you my favorite recipe to make cake. النهارده عشان نبقى استخدمنا الايه، التايتل بتاعنا، النهارده انا هقول لكم my favorite recipe to make cake. أول حاجة هنقول إيه؟ we get إيه؟ some flour. flour، خلي بالك flour مش بال W بال U، FLOUR، هي بتنطق نفس النطق بس خلي بالك، واحدة وردة وواحدة دقيق، أوكي؟ فلاور. تمام. أصل flour يعني دقيق، وflower يعني وردة، فflower يعني وردة بال W، flour يعني دقيق بال U. اوكي، تمام. مثلا and 3 eggs و and a packet of baking powder. ايوه. اوكي، هنحط تمام. ايه تاني؟ some sugar and and some sugar. and mix them by hand. يا جامد يا جامد، قول لي بقى عشان الحق اكتب الوصفة منك، يلا. ها، بعد كده بنحط لا مش بعد كده، بنحط بالانجلش. الوصفه دي بقى ابعتها لي في رساله. كانت نكتب الباراجراف، اوكي، ببعت لي الوصفه دي، ها، عشان ميس ايناس خيبه شويه في الحلويات. ها، انا برضه مش بعرف اعملها كويس. ولا انا.
انت صغير، لازم انا دولة كبيره مش لازم دولة عرفت حقيقية اعملها. يعني. لا انا بعمل بيتزا حلوه قوي، يعني انت لو قلت لي اكتب الباراجراف ده على البيتزا اقول لك انا بعمل بيتزا حلوه قوي. تمام، نعمله عديد. نعمله على البيتزا؟ طيب تعالى بقى نبدا على البيتزا. انا بقى اللي هقول الباراجراف بتاعي لو سمحت، طالما بيتزا بقى. اوكي تمام. اوكي I like pizza so much. انا بحب البيتزا جدا. Today I will tell you my favorite recipe to make pizza. هقول لكم الوصفة الحلوة بتاعتي أو المفضلة ليا to make pizza. We get 1 kilo of flour and some نسيت and some milk water، ونحط بقى إيه لقمة. أوكي تمام. عشان مش هنقول and ونقول مثلا إيه some oil two eggs and some salt. We mix them together by hand. Then we put them in a big pan. ماشي؟ تمام. We pour over the tomato sauce. هنحط ايه؟ tomato حبة sauce. تميتة، حبة تميتة، صلصة. صلصة طماطم، صلصة طماطم. ما هي بقى صلصة توميتو، ما مش هنكتب كاتشب، بدل ما نكتب كاتشب يعني نقول ان احنا برضو شيفات يعني، صح ولا لا؟ Then we chop down او chop some vegetables. chop يعني ايه؟ نقطع، صح ولا لا؟ chop وممكن نقول some. كات. ما بدل ما نقول cut بقى نعرفه ان احنا حافظين الكلمات. chop some vegetables like tomato, peppers and olives and put some cheese on it. ونحط حبة جبنة. Then we put them in the oven. ايه يا قلب؟ قول يا روح. هو في بالإنجليزي كلمة جبنة رومي؟ بص هي كلها ولا تشيز، لأ؟ ما فيش الا موتزاريلا يعني، يلو تشيز ممكن نقول عليها يلو تشيز يعني، مع انها ممكن تمشي شيدر برضو بس يعني يلو تشيز. لا احنا عندنا في مصر اللي ليها اسامي كتير، تركي وبطارخ يعني. احنا في مصر اللي عاملين لها اختراعات، ما اعرفش اصلا الاجانب بياكلوا جبنه رومي ولا لا. تمام، ممكن بقى نختم تمام. الباراجراف بتاعنا ده، سواء عملناه بكيك او عملناه بيتزا، ايه الجمله اللي ممكن نختم بيها الباراجراف ده؟ ممكن نقول ايه؟ I love to share my cake or my pizza with my family. أنا بحب إن أنا أتشارك ميس، بقى بعد ما أعملها. أو ممكن نلوحهم ونقول يمي that is a good recipe. الريسيبي. recipe. برافو عليك، ممتاز، حلوة دي. أما أنت اللي عاملها بقى، لازم تقول كده. لازم نقول كده صح. طيب. famous Egyptian athlete، وده بقى اللي انا شاكه فيه يعني. بص يعني يا ده يا سبورتس يا اما ماي سكول يونيفورم، التلاتة دول هما يعتبروا رقم 9. رقم هيلثي. رقم تسعة اهو، رقم تسعة اور سكول يونيفورم ده اللي بقولك عليه. وبتاع سبورتس رقم سبعة، وبتاع رقم ستة famous Egyptian athlete. دول أهم ثلاثة، دول أهم ثلاث مواضيع عموما، لأن أنت لو ما لقيت واحد فيهم paragraph ممكن تلاقي التاني قطعة التكست. فاهمني؟ يعني واحد هتلاقيه كده وواحد هتلاقيه كده. got it؟ فهمتني؟ famous Egyptian athlete، هنختار مين نتكلم عنه؟ نختار ملك هداية ولا نختار مثلا محمد صلاح؟ هو معروف أكتر. محمد صلاح عشان نعرف اكتر. طب مش اتفضل، يلا المايك معاك. محمد صلاح is famous famous player in Egypt. لا فيمس ايجيبشن بقى، انت عايز famous ترمي كلمات Egyptian. كتير. ماشي. ها
famous football player in Egypt. ماشي. that is play football. He plays على طول. He He played plays football. football for Liverpool. Plays, he is play in كيمو he is play. ده انا هكسرك. احنا قلنا لما نقول am او is او are الفعل بعدها يجي ايه؟ He is playing ايوه كده in Liverpool. ماشي. Also he is playing for the Egyptian national team. أبيض بيقطع. الصوت بيقطع. سامعني كده كيمو؟ ميس كيمو 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 أيوة تصدق. كيمو كريم كريم سامعني كده؟ كريم ايوه كده نسيت الوضع. كده الصوت واضح؟ معلش النت عملها معانا. سامعني كده تمام؟ تمام طيب استنى بقى نجيب القطعة تاني. احنا كنا بنتكلم عن محمد صلاح، كمل انت طيب على ما طلع الملزمة. محمد صلاح is famous player Egyptian. already قلنا قلنا ان هو famous Egyptian player او football محمد player. صلاح He's playing. ها؟ كيمو سامعني؟ يعني is playing for Liverpool. قلنا ان هو بيلعب في فريق ليفربول. وقلنا كمان ايه؟ Also he plays for the national team in Egypt. صح ولا لا؟ او the Egyptian national team. بيلعب كمان للفريق القومي بتاع مصر، صح ولا لا؟ كيمو كيمو كريم نفس لسه الصوت. النت عندي مظبوط. انت النت عندك انت بيقطع. لا انا برضه النت عندي، انا قاعد جنب النت. وانا قاعدة جنب النت ومش شايفة ان هو بيقطع خالص. طب سامعني كده تمام؟ كده تمام. تمام. طيب ونقول بقى كمان ايه يا كيمو؟ محمد صلاح is a very good أو very clever sports person. هو شخص رياضي شاطر جدا. So لذلك he won a lot of prizes. He won a lot of ايه؟ برايس prizes. طب لما نيجي نختم paragraph زي ده نقول ايه؟ I hope. هنا بقى ما نختمش ب I like، هتبقى رخمة مش حلوة قوي، كليشيه. مثلا نقول ممكن نقول I hope to be a famous player like محمد صلاح when I grow up. لما أكبر أتمنى إن أنا أكون لاعب مشهور زي مين؟ الصوت قادر يروح. على فكرة صوتك أنت اللي بيقطع. أنا تمام، أنا سامعاك كويس.
سامعني كده يا كيمو؟ لا ميس، انت بتقولي انا سمعتش اللي هي ممكن لما نيجي نختم بإيه مرة واحدة الكلام جه بسرعة. أحسن كده، سامع أحسن؟ كريم كده سامع جيمس؟ طيب، بقول لما اجي اختم باراجراف زي ده ممكن اكتبه ازاي؟ I hope to be a famous player like محمد صلاح when I grow up. لما اكبر اتمنى ان انا اكون لاعب مشهور زي مين؟ محمد صلاح، صح ولا لا؟ صح. الاهم حاجة عندي يا كيمو ان الباراجراف بتاع sports you good at و my town و Egyptian famous Egyptian athlete اللي هو الصفحة الأولانية تقريبا، تمام، ما عدا بتاع sports and equipment ده مش قوي يعني، وبتاع sports وبتاع our school uniform، دول مهمين جدا لازم تكتبهم بخط ايدك. طبعا انت تمام. خدت بالك كورس متعاد تاني، يعني برضو سويمنج وتايكوندو نفس اللي احنا قلناه، تمام. The تمام. importance of tourism ده انا شاكه ان هو ممكن يجي كقطعه، يعني تيجي كقطعه، لكن تيجي كباراجراف ممكن تيجي لو جت تبقى رخمه شويه. طب تعالى نقوله سوا، بيقول لي مثلا ايه ممكن نبدا الباراجراف بتاعنا، نقول ايه؟ Tourism is very important for the countries أو for people. السياحة مهمة جدا للناس أو مهمة للبلاد. إيه أهميتها بقى؟ Tourism offers a good أو gives jobs for a lot of local people. السياحة بتقدم وظائف لناس كتير من الناس المحليين اللي عايشين في البلد. And when مثلا tourists come to visit my town or my country, we learn about new cultures. بنتعلم ثقافات جديدة. And they also learn about our culture. وهم كمان بيتعلموا من الثقافة إيه؟ بتاعتنا. الباراجراف ده ما فيهوش رغي كتير، لأنه أصلاً تحسوا ان هو ينفع قطعة ما ينفعش باراجراف، تمام. تمام. المهم بقى الباراجراف اللي مهم فعلا، our school uniform. احنا اتكلمنا على الباراجراف ده امبارح ولا اول امبارح؟ المهم لا ان احنا امبارح. اتكلمنا عليه. الباراجراف ده مهم جدا. طبعا هتبدأ الباراجراف بتاعك تقول مثلا my uniform أو my school uniform is very smart. smart هنا مش معناها ذكي، معناها أنيق، تمام. هتقول تمام. مثلا in my school the boys، أنت طبعا هتتكلم عن الولاد الأول، هتقول إيه بدل ما تقول يعني أنا عايزاك تلم كلمات كتير، تقول مثلا the boys wear أنت قلت لي gray trousers and light blue shirt، صح ولا لأ؟ and black shoes، صح كده؟ هنا هو بقى كاتب لك بيقول لك ايه؟ white shirt وblue sweater. هنا احنا هنركز ان احنا ناخد الحاجات اللي هو كاتبها، تمام؟ ايوه يبقى مش مثلا زي المدرسة. ايوه، مش هنقول ازاي المدرسة بتاعنا الله يفتح عليك، لا هنقول ايه بقى؟ In my school, the boys wear white shirts and blue sweaters and black shoes. The girls, but the girls بقى البنات ممكن نقول they wear a white shirt and a black skirt أو a blue skirt. إحنا من هنا بنرمي كلمات أكتر وفي نفس الوقت إيه كلمات سهلة، أوكي؟ تمام. ممكن بقى نستخدم كلمة blue sweater دي متأخر شوية، نقول مثلا إيه When it gets cold، لما الجو بيبقى ساقعة we wear a blue sweater، بنلبس ايه؟ blue
سويتر. كده او شكل. ممكن اختم الباراجراف بتاعي بايه؟ I love my uniform. او بدل ما اقول اول جملة my school uniform، ممكن اقول I love my uniform، I love my school uniform، دي الجملة الأولى. ممكن أقول my school uniform is smart. يعني انت تبدل الانترو بالكونكلوجن بالخاتم. تمام جدا، مفيش اي مشكلة. انا عايزاك تكتب الباراجرافز دي اللي انا قلت لك عليها المهمين دول، ويا ريت تبعتهم لي، عشان لو في اي ميس سبيلنج او جملة مكتوبة غلط، دي مهمة جدا 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 يا كيمو. اوكي تمام. اوكي يا كيمو، see you next time ان شاء الله، بالتوفيق وبالنجاح. ما تنساش تقرا الفاتحة قبل الامتحان. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هتجيب الفول مارك. اوكي كيكو، الله كي see you later alligator. ان هاو اي توك داي باي يا روحي.